يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد أقاربي يقول إنه عندما حمل الناس جنازة جدي وكانت الجنازة خفيفة، وقد كان جدي رجلا خيرا، فهل صحيح أن الملائكة تساعد الناس في حمل الجنازة إذا كان الرجل صالحا؟ إذا ما يحتاج إلى حمل، خلّه وتشيله الملائكة توديه القبر، هاي لا يصدق بالأشياء هذه. نعم.